السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سونا جيمر، واليوم جايب لكم الحلقة الـ14 من فناف وورلد. والحين بننطلق إلى المنطقة النهائية وبنسحب على تشيكا نشوف إذا نقدر نختم اللعبة بدونها. فهي بينا لننطلق. هذا هي المكان، وعبارة عن مكان فيه وحوش، مو بألعاب ميني جيمز. يعني نرجع لفناف وورلد، خلينا نشيك هذولي. طيب الأليفات حقتنا معانا لسه، والتشيبس لسه معنا ولا نزلوهم مننا بالغلط؟ اوكي باقي معنا، نحن جاهزون الان. وفريقنا الرئيسي كله من مكون من الشخصيات الجديدة. طب وش الوحوش الجديدين اللي بيكونون موجودين هنا؟ طب انا ما ادري وين اروح صراحة. اوكي هذا وحش جديد، ولا تشبيه حقنا قاعد ينخسف. اوكي كيف احمي نفسي من التشبيه هذا؟ شانس تو وشو؟ اي فريق كله مات. شوي شوي علينا ميجا بايت. طيب هو المفروض واحد منهم عنده درع يحميني من هذا الشيء. يا ناس استنوني، ابا اشوف اسامي الضربات على الاقل. يلا بسرعة خلينا نذبح ذا عشان نرجع نشوف اسامي الضربات بسرعة. يلا يمدينا احنا، كفو. يلا يمديكم، كفو ذبحناه. يعني الحين نضغط البارتي ونشوف اي واحد يمدي يحمينا من هذا السم. المفروض انه واحد من الفريق اللي معنا. هل هذا انت؟ لا مو انت. وز ساو ولا واحد من هذول. اي هذا البابل بريث عند النايت مير اللي في الفريق الفرعي، وهذا بالفريق الاصلي بابل بريث. اوكي هذه الشخصية عندها بابل بريث، المفروض انها تحمينا من السم. فنكمل طريقنا ونشوف. ننزل تحت، طريق مسدود. طيب نروح يسار، خزن اللعبة. ما يمدينا نختار من 1 إلى 6، اختفوا. طب الحين نروح يسار ونشوف ايش فيه هنا. والله متاهة. جاكو بومب اعطيهم فقع وجههم 500. بس متى بيجي دوره ذا؟ كفو سويناها اخيرا، والدمج حقنا توقف اخيرا. بس ما عندنا هيلينج، ما حد عندنا يسعف. اي لازم الاتش بي حقهم يكثر، يعني لازم الفلهم. ايش فيه طول هذا؟ ما ادري بس الزبدة. يلا كفو تلفلوا، و 150 توكنز تمام عليكم. يلا يلا بسرعة بسرعة. اوكي ننزل تحت الحين، نكمل طريقنا وننزل تحت هنا. طريق مسدود ثاني. اوكي اطلع من هنا ولا في سار؟ ايوه كان في طريق الى اليسار. المفروض اني اسوي خريطة هنا بالورقة، بس خلاص ما في مشكلة. اوكي هذا واحد جديد اسمه نيون، هذولك ما ادري ايش كان اسمهم. لا نبغى دور هذا يجي على طول عشان نسوي البابل بريث بسرعة. طيب يلا انت تعال دورك بسرعة. اوكي فزنا، متحمس ابغى البابل بريث يجي. بس شلون اخلي اول واحد يتحرك؟ ولا كذا كل فريقنا بيموت على ما استنى دوره يجي. اوكي هنا في شعلة، هل هذا شيء كويس ولا خايس؟ عاد ما ادري. شعلة ثانية، يمكن الشعلة هي الطريق الصحيح. اوكي هنا طريق واسع وفي 3 تفرعات. خلينا نطلع فوق الفيسار، منطقة واسعة شوية. يا ليل متاهة. طيب طريق مسدود. اوكي للحظة شفت الاشياء الموجودة. سويت انا وش الضربة سلاشر. خلينا نشوف الوصف حقها لما نشوفها مرة ثانية. 1 من 10 انه ينقص 9999. طب جاكو بامب للحين هي اقوى ضربة عندنا. خلينا نشوف البابل بريث هذه تخلص ولا ما تخلص. اذا ما تخلص شيء كويس جدا. يلا برايس بول ضربة طبيعية. اوكي البرايز بول سوت برايز بول. لا هذا من الميمك معليش. طيب الى البوس اللي بعده، الوحش اللي بعده. فين كنت رايح؟ اتوقع تحت. ايوه كنت رايح تحت. شمعة ثانية، بس هذا يعني تحت ولا يسار؟ اي دونت نو. اوكي رجعنا للوحش القديم جانجل. A few moments later. طيب يلا نكمل، طلع فوق. والله متاهة، إذا ضعت عاد الله يعين. نطلع إلى فوق، يمكن هذا الطريق الصحيح. والله في شمعتين. هذا الوحش الأخير. طريق مسدود زي كذا، يعني المفروض إنه وحش. بس عاد ما أدري. بسرعة، بابل بريث. هذا لما ينقصونه ولا ضررهم صفر ولا إيش؟ ما نقصنا شيء. ما ادري شيء غريب. يلا نقدر نذبحه احنا، كفو ما مات لسه.
سبيد بوست. اوكي ذبحناه الحين، قاتل ذا الوحش البنفسجي اللي ما ادري شو هو بالضبط، يمكن يكون ميني بوس، يمكن يكون البوس الاخير حق اللعبة. خلينا نشوف حظنا. بربل قيس، اهم شيء نسوي السم هذا. شيكا ماجيك رينبو، شو تسوي هنا؟ وش تبغى هنا انت؟ ما ادري بس الزبدة. يلا نقدر نحولك؟ لا انت بوس، مستحيل يتحول. هو قاعد يقول حاجات بس انا ما قاعد اسمعها. اوكي هنا في مؤقت قاعد يسوي، الظاهر انها ضربة مدمرة بتتسوى خلال 160 ثانية، فلازم اذبحه قبل هذه المدة. اوكي في سوى اشياء صغيرة منه. الله 99 وال اي 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 سلامات. شلون يموت ذا؟ بالون 2 اذبحوه. كفو كفو تفجيرات. الله اكبر ما شاء الله، ضربة مرة قوية. يلا سويها مرة ثانية. خلاص احنا متنا مع الاسف. احنا متنا، ايوه احنا متنا مع الاسف. يعني نحتاج الفريق كامل، يعني لازم نلعب تشيكا. ولا انت قلتوا لي في لعبة ثانية اقدر العبها اللي هي فريدي ان سبيس باستعمال تطوير واحد بس، فنحاول نسويها. هيا بنا ننطلق نحاول نسويها ونعود لكم. اوكي رجعنا لكم. الحين انا وصلت للمخبأ حق الوحش الاخير بطلقة واحدة. هيا بنا ننطلق نستعد، ناخذ وضعية جلوس كويسة. وزي ما انتم شايفين طلقة واحدة بس اول ليفل، فنيجي عند هذا نضربه شوية ونفقع. لا بل سنايبر ذا، بل عليه ما شاء الله تبارك الله. لا خليه يجي بعين. كفو ضربناه خمس ضربات. خذ خذ خذ. يلا مع السلامة مع السلامة. والله والله والله. مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية. مع السلامة. لا يا الله سنايبر تعال. يلا بس كفي. كفو خلاص بهذه الطريقة. آخر مرة إن شاء الله. كفو ذبحناه. بالنسبة للطلقات هذه لا القلب راح الفاضي. طلقات بهذه الطريقة نشيلها لأنها بتكون ناشبة عشان ما ننقص ولا شيء. خذ خذ خذ. كفو ولا افقع. هاي لحظة لازم نخبيها من الخريطة بعدين نجي نذبحها وبهذه الطريقة نكمل. هيا بينا. اوكي والحين وصلنا للسفن الفضائية وراحت، كانت هنا قبل شوية. والله مشت بعيد. يلا نذبحها. ما ادري كم طلقة تحتاج بس احنا بنذبحهم كلهم عشان نجمع الاتش بي. والله تفقعت انا صار عندي 20 بس. لا 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 افقع شوية ونضربها كم من ضربة ونكون حذرين جدا. كافو شلنا واحدة. كافو زدنا قلوب ونتابع بهذه الطريقة لما نذبحهم كلهم. اوكي والحين الوحش يا الهي 36 الاتش بي حقي بس. يلا ان شاء الله هنا مكان كويس. لا قرب شوية. كافو يلا بأقوى ما عندنا من قوة هجوم. ما في، هذه الاستراتيجية الوحيدة اللي في راسي عشان اقدر اذبحه، فان شاء الله تكون كويسة. ليه ما في زر ثاني اضرب فيه له؟ كفو فزت. كفو يا الهي اخذنا الكوفي هذا. لا اله الا الله. اوه خلينا نشوف البارتي الحين. يا الهي اوكي باقي ايش يسمونه الجنود اللي من العاب تشيكا مع الاسف. طيب العضو الثاني في الفريق هذا هو كويس، عنده جيفت بوكس. الله يستر. تبقى اخر اثنين عندنا، فيبينا ننطلق الى تشيكا جيم خلف الكواليس الى ان نوصل مكان جديد او عاد نخلصها في الحلقة القادمة. عاد بجرب حظي هذه المرة. وهي بنا سنعود لكم. اوكي انه مكان جديد، خلينا نشوف ايش فيه له هنا بالضبط. بل اوكي نط من هنا. وصلنا كفو الحين. اه طيب من هنا ونط. لا كفو صلي. اوكي تعدينا الحين. كيف كذا؟ لا كذا. يا شلون يلمسني من الوردة الثالثة النط؟ ايوه من الوردة الثالثة. طب بالنسبة لهنا من الوردة الثالثة النط هنا قبل لا نلمسها ننط هنا.
لا كذا كفو عدناها. واي بوينت، لا في واحدة ثانية كذا، ومن هنا كذا، من هنا كذا، لا كذا، ومن هنا كذا، لا طولت. طيب كذا بعدين كذا، لا لمستني هكذا ثم هكذا. اوكي لازم نكسر شوية ثم نط يعني كذا، لا طولت. كفو شي جديد. أحم ما أدري إيش بصير. أوكي لا أصلاً عادي، أصلاً عادي. أوكي وصلنا إلى هنا محاولة مرة أخرى. الحين بيجي يطلق علينا لازم من فوقنا، ما أدري متى بيبدأ، ما أدري متى بيبدأ. طيب نمشي من هنا ثم ندعس. كفو. لا يا شلون؟ طيب من عند هذه ابو خطين ثم نمشي. متى بيوقف؟ طيب لازم انط واوقف في نفس الوقت. ادعس. ايوه ايوه وقف. اوكي بما انه وقف نرجع شويه ونط. اوه لازم ننط من قبلها. طيب هنا وادعس. لا ادعسنا مره. 2000 years later. ثم نط. كفو يس اخيرا انطلاق. بسم الله من فوقنا الحين. طب الحين بيجون من فوق تحت فوق تحت ولا كيف؟ عشان نط زد. لا طيب نعيد من هنا. ادعس واتوقف هنا، نرجع شوية نط. اه لازم ما امشي كثير بعدين بموت من اللي فوقي. لا اله الا الله كيف سويتها؟ ثم نمشي من تحت، نجي من فوقنا ثم ننط. لا في المجموعة الثالثة في نصها. طيب من المجموعة الرابعة، لا من نهاية الثالثة. اوكي كفو تعديتها اخيرا. طيب من هنا ننط. لا يا الهي يا الهي. طيب نشطح. My last chance. اوكي يلا تعال ندعس ندعس ندعس. لا 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 اصلا عادي. اوكي زي ما انتم شايفين يا شباب وشابات هنا بننهي الحلقة. تحققنا تقدم بسيط في تشيكا ولذلك سيكون تختيمنا لها في الحلقة القادمة. شكرا للمشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم تسونا جيمر، مع السلامة.